ما انت اشتغل سقف شو تسوي؟ على مود الزاوية تطلع الخبر شوف ها شوف هاي لازم يتلحق على مود تشتغل بالحائط شوف شو تقول؟ باب وشغلة ثانية السقف بس هذا اللوح صاير هيج وفي الوضع امشي ويا اللوح باب تطلع عندك زاوية تخبر والمكان التهيب لهدة الزاوية تقوم شو ما تدد تمشي شوف شرط متر مو الخبر تاخذه يا بورك هذا غلط زين ثلاثة آلاف مو شباب يستخرج ومئة ألف هدية وشغل جميع المحافظات وأنا ابن دياله